place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave. منظره شو حلو. على فكرة بالفلتر أحلى. مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. طمنوني عنكم، كيف الجو عنكم؟ رجعت لكم بفيديو جديد وان شاء الله يعجبكم يا رب. رح نشوف فيه شغلات حلوه كتير، بس قبل ما نبلش اذا كنتوا اول مره عم تحضروني يا ريت دعم للقناه بالاشتراك واللايك، وما تنسوا الضغط على زر الجرس ليوصلكم كل شيء جديد انا بنزله فضلا وليس امرا. فيديو اليوم غير اي فيديو، لانه ما نو روتين طبخ ولا روتين حديقه ولا روتين مطبخ ولا روتين تنظيف. اليوم أخذت إجازة من كل هالقصص هاي والشغلات وحبيت أعمله يوم ترفيهي لإلي. أخذت بنتي وطلعنا برا البيت. خلوكم معنا لنشوف الفيديو بالتفصيل وين رحنا وشو عملنا. عفكرة بالفلتر أحلى. فأول شي حبيت روح عايد على الصبايا لأنه كانوا بانتظارنا وكنا على موعد معهم. قلت بروح بعايد على المعارف اللي منعرفهم. هذا أول فيديو صورت لكم اياه بعد العيد مباشرة، مثل ما بتعرفوا بالعيد يعني ما خرج الواحد يطلع لعند رفقات وجمعات وكذا، بيكون الواحد يعني مشغول يا دوب استقبلها وودعها. فالله يكتر المحبين، يعني ناس رايحة وناس جاي. بعد العيد يعني بكم يوم حبيت اطلع انا وبنتي نعايد على الرفقة اللي منعرفها. فكانت اول شي يعني اول مشروعنا انه نعايد على الصبايا. هاي اول شغلة قلت يعني راح اعملها، نشرب القهوة معهم ومنعايد عليهم ومنتسلى شوي. بعدين قلت بدي انزل على السوق. مثل ما بتعرفوا كان شهر فضيل وموسم عيد يعني، وكنت ملحوقة كتير كتير بالشغل قد ما تتصور واكتر يعني، حتى كان موسم تعزيل فما لحقت شارك معكم شي من فيديوهاتي. المهم يعني بعد ما خلصت زيارتي قررت انزل على السوق. وعلى فكرة احيانا كتير بحب انزل هيك اتفرج شو في، لانه بس انزل بدي اشتري الشغلة اللي بدي اشتريها ما بلاقيها، اما ما بلاقي المقاس او ما بلاقي اللون يلي بدي اياه، هيك بصير فيني. فاحيانا بكون نازلة على السوق ما بدي اشتري شيء، بس يعني انه بس بدي اتفرج فبلاقي شغلات بحبها بكون حاططها ببالي وبتناسبني، فسبحان الله يعني تيسير رب العالمين وبشتريها. فلقيتهم منزلين البضاعة الصيفي يعني الطواقي الشمسية بلشوا ينزلوا، مع انه الجو يعني بحير عنا، ساعة صيف ساعة برد، يعني الواحد وقت بده يطلع بيطلع من الشباك كيف الجو بعدين بقرر شو بده يلبس. هلأ بغض النظر جو اسطنبول بارد وين ما طلعنا ما يعني بخلي الولاد دايما يلبسوا جواكيت، حتى أنا وقت بدي أطلع يعني بحمل معي جاب لأنه المساء بصير في لسعة برد. عن جد يعني كان الجو مشمس وصاحي بس في هوا. هلأ هون وصلنا لعند المحل التركي دينزكابي مختص بالإكسسوارات، فكان بنتي لازمها شوية أغراض يعني انه بدها تشتريهم، فكمان دخلنا لعنده مشان تشتري الاغراض اللي بدها اياها وبعدين بنكمل جولتنا. على فكره هذا المحل كتير عنده شغلات حلوه، رفقات بنت الاتراك دلوا عليه يعني. هلا احيانا يعني بكون بدنا شغلات بنلاقيها يعني ما بنلاقيها عند الاتراك،
حصرا بتكون من عند السوري، أحيانا في شغلات منلاقيها حلوة يعني مناخدها من عند الأتراك، فيعني كله تيسير رب العالمين. فبعد ما فتلنا بالسوق وبرمنا فحسينا حالنا هيك حبينا ناكل شيء وجعنا، فكان جعباني أنا سلطة الفواكه لأنه أكتر شغلة بحبها هي من برا سلطة الفواكه والكيك تركي. هلا هون بعد ما وصلنا طلبنا سلطة فواكه، أنا طلبتها بدون قشطة لأني ما بحب القشطة عليها، وبنتي عكسي تماما طلبت فيها قشطة. فأنتوا اكتبوا لنا رأيكم بالكومنتات كيف بتحبوا تاكلوها، شو بتحبوا يكون عليها. حصرا يعني أنا باكل سلطة الفواكه من عند السوري، أما الكيك بحب أكله من عند الأتراك. هذا المحل مختص بالحلويات والشوكولا والكوكتيل، وفيه كل شيء صراحة، ومشهور عنا كتير يعني كل السوريين بيروحوا لعنده بيأكلوا عنده، لقمته كتير طيبة. فالحمد لله رب العالمين، الله يديم علينا النعم يا رب. وهيك بنكون وصلنا لنهاية فيديونا لليوم، بتمنى يكون عجبكم واستمتعتوا فيه، وانتروني في فيديوهات جديدة. كان معكم جوليا شانيل، باي باي.